عصام يلعبها يحتفظ بها من هناك لمن لجون إيفيرسون لدي كاسترو جون إيفيرسون هذه جول هذه جول هذه جول جول برازيلي نعم جول برازيلي برازيلي جون إيفيرسون دي كاسترو تبادل كروي ثنائي بين دي كاسترو وجون إيفيرسون جون إيفيرسون يضع الكرة في شباك 1-0 الحمرية تغيرت النتيجة في الدقيقة 28 1-0 الكتيبة العنابية كرة انطلقت بأقدام مغربية من عصام سحتيت إبراهيم موسى لمن لفارس هلال يلا يا فارس يلا يا فارس الكرة مع الحمية جون إيفيرسون جول 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 جون إيفيرسون جون إيفيرسون ثنائية حمراوية في الدقيقة الأولى من الوقت البديل الأقدام البرازيلية تقول كلمتها في الشوط الأول من هذه المواجهة جون إيفيرسون يبسم على الثنائية الهدف الثاني للنادي العنابي من توقيع دائما نفس اللاعب جون إيفيرسون البرازيلي مع من مع دافارير الحكم يقول وصل اللاعب وصل دي كاسترو دي كاسترو يسلم على التمرير ابراهيم موسى ابراهيم ابراهيم الثالث 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 جول الشهيه مفتوح فيها الحمري ابراهيم موسى الثالثة في شباك نادي سيتي جول عنابي حمراوي يا سادة غير يا ناس نعم بحثاً عن الانتصار الثاني على الثوالي الحمرية